أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. الله يخرب بيت هالوضع هاد، كل سنة بعاني بنفس المشكلة بنفس المشكلة برجع بقع فيها، كل سنة بقول ما بدي أقع نفس المشكلة برجع بقع فيها. يو، أنا مشكلة عم تحكي عنها أنت؟ شكله عبادة كسر ماي عاطفية. بلا ما يعطيك الله أنت وياها، صحيح قولوا لي جبتوا لها بعدين؟ مينو هي اللي بدنا نجيب لها؟ خدوج عم تسربي علي؟ في غيرها يعني؟ لك إيه؟ أنا عرفت إيش قصدهم، أصلاً أنا مالي طايقة طاول. يخرب بيتك، شلون يعني مالك طايقة؟ ولك إيه مثل ما عم بقول لك، قرفان من شكلها ومالي طايقة منوب. ولك أتوق بيها، أتوق بيها شي؟ في حدا بيحكي هيك على أمه؟ أمي؟ إيه لا 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 لا، أنا كان قصدي على رفيقتي اللي معي بالمدرسة. قولك أنا إيش بدي برفيقتك مأملتك معفنتك معك بالمدرسة، أنا إيش دخل الموضوع فيها؟ أنا عم بسألكم على أمكم، جبتوا لها هدايا بعدين؟ وليش بدنا نجيب لها هدية؟ إيه والله، ليش عبادة؟ يا صبر أيوب، يا صبر أيوب لك، قولك بعد بكرة 8-11 بإيش بذكركم؟ ما بذكركم بشي؟ بشو بتذكرنا؟ قولك ليش عم تحكي معنا بالألغاز؟ بشو بذكرنا يعني؟ قولك إن شاء الله بعدكم أنت وياه، ارفعوا إيديكم وقولوا أمين، عيد ميلاد أمكم يا فهمانين، عيد ميلاد أمي، عم تمزح. ايه ايش نعمل له يعني؟ انا هلا ما فهمت. بتصدق معك حق؟ لا اقسم بالله الحق مو عليكم، الحق على الحمار اللي بارك قدامكم، مصغر عقلي وبارك عم بحكي مع اولاد انا، قديك عم بشرح لهم كمان. ما حدا بحكي معي 100 كلمة ها؟ كيف بقى بتحكوا معي؟ يو شو بعصب؟ قلت له شيء مجودة انت؟ لا ما عملت له شيء، بس شكله مرضان هو. اي حلوين، قبل ما تشوف الفيديو الاخير لحد هلا اللي ما انا مشترك بالقناه اشترك بالقناه، واللي ما حط لايك كمان يحط لايك ويعمل سبسكرايب ويشترك بالقناه ويفعل زر الجرس. وبالنسبه للفيديو كليب اللي وعدكم فيه عباده بكره الساعه 2 راح ينزل هون على القناه، اسم الغنيه يا حلوه يا بسكوتيه. بكره الساعه 2 راح ينزل الغنيه هون، اسم الغنيه يا حلوه يا بسكوتيه، فكلكم شوفوها وقولوا لنا عليها اذا حلو ولا لا. انا بالنسبه لي حبيتها كثير، وانتم ايش بدي جيب له؟ ايش بدي جيب له؟ ايش بدي جيب له؟ جيب له شيء اسوار الذهب، ولا شيء صمديه، ولا شيء فازه، ولا شيء تنوره، ولا شيء لبس. والله حيرتني ولو حيرتني كثير. دي حاج بقى قايل لي محتار كثير، ايه على وقت تروح تطلع لي بجزدانك شعب التاهي في قرش؟ ايه انت كحتان مأمل طالع ريحتك، ليره ما معك؟ لك ايه والله عم بصفر صفير، منين بدي ادين انا؟ بمين اتصل مشان ادين؟ لك ليش انا مين بديني بالاصل؟ ايش الحل؟ ايش الحل؟ ايش الحل؟ ما في غيره، حبيب قلبي يلي بلجأ له كل سنة بهيك موقف بهيك تاريخ، ما في غيره، جايك يا روحي. شو هاد؟ شو هاد يا ربي دخيلك؟ أمير أمير والله بركة أمراء، شوف أنت هاي بركة هيك آخذها 90 درجة شغل أمراء، يعني متعرش على عرش 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 كامل، عرش أمير بارك هيك مظبط أمورك وبإيدك فنجان الشاي، خزيت العين حولك، عيني ما تصيبك، بدي أدوح على الخشب، اللهم صل على النبي. أين أمير وين ريش وين عرش؟ بعدين يمسكوا بإيدي هالتليفون، ماله فنجان شاي؟ لك ما بتفرق، ما بتفرق، ما بتفرق، هيبة هيبة، بكفي إنك هيبة، اللهم صل على النبي، أنا حلمي إني أصير شكلي متك بالأيام، بتعرف بابا؟ من هيبتك الزايدة والله انا لازم يعني لازم نحكي مع ام بي سي، خلي يعطوك دور جبل لك مسلسل هيبة دور جبل لازم انت تمسته، مو تيم حسن صدقني. اسمعوا لك خلصوا ثلاث ساعة، انا هي الدخلة الداخلة علي بعرف ليش، وبعرف كل سنة بهذا موعد التاريخ بتدخل علي كمان ليش، فنحن فهمانين على بعض، ما في داعي تلف وتدور، اعطيني من الاخير ايش بدك؟ ايش طلبك؟ ايش وجعك؟ الله اكبر الله اكبر على الذكاء اللي عندك، عالم بروفيسور مخترع دكتور، اللهم صل على النبي. طالما عرفت ايش الموضوع بابا، ليش حتخليني احكي كثير؟ ليش حتعذبني بالحكي يا حجوج؟ حجوج نرع جورك نرع جوا، ليش ليش بابا ليش ليش؟ صار لك ساعة بارك بارك عم بدلع فيك وبنفخ بنفخ بنفخ فيك، قبل ما تصل لفوق جاي عم بتطلعني بابا، قرب الموعد قرب الموعد، وابنك اقسم بالله طلي
ولا قرش في بجيبي. ايش مين كاشي؟ ايش مين كاشي اجيب اشي قدام امي؟ ما حلوة خجلي. ايش بمين؟ ايش بدك هات؟ 3 ثواني عندك. ما رحت الجواب عندك صار باشرت. ليش 3 ثواني؟ ثانية واحدة بكون جوا انا. يعني رجعنا لنفس القصة، لفينا دورنا ورجعنا لنفس الموضوع. بدي حل. ايش بدي اجيب له؟ مالي غير ابيع شي ساعة من ساعاتي ولا شي بلاك من بلاكاتي، يعني شي قطعة من عندي واجيب له بحق هدية، ما في غير هيك. ايه على اساس انت ساعاتك وبلاكاتك كتار مو؟ ايه اذا انا ضميرك قرفانك ومالي طايقك. دخلت بقى، تم قصدي انت بس تمسخر علي ها؟ ضميري اذا سمحت خليك برات الموضوع كلياته انت. صح؟ خدوج يخرب بيتها على طول بتسمصر مصاري، اكيد مخبيت لها شي هون ولا هون، اروح اتدين منها احسن شي. خدوج عمري حبيبتي روحتي اختي حبيبة قلبي. ايوه خير ان شاء الله. الى خير. هات شوف ايش بدك وش ايش كل هالحكي هلا. خدوج شوفي هلا نحن مو اخوه ولازم نحب بعض كتير وما نترك بعضنا طويل. بدي منك تديني شغلة 200-300 ليرة مشان اروح اشتري هدية لامي، لانه الله وكيلك ليرة بجيبي ما في برجع لك ياهم، مشان اشتري هدية لامي بس. ليش عيد ميلاد امي اجا؟ انا من شوي وقت بينك هون كنت عم بحكي مع خالتي شي انا؟ انا مو كنت عم بحكي معك؟ يا روحي يا عمري انا من شوي ايش كنت عم بقول لك؟ ايش كنت عم بقول لك؟ شبك؟ ايش قلت لي نسيت؟ خدوج عمري روحي اصحي معي ايش بك اليوم؟ صح اصحي قولك صحياني ما فيني شي شو بك انت احكي. طيب معك مصاري دينيني ولا ايش بعدين خلصينا بقى؟ والله ما بعرف ايش بدي اقول لك يا عبادة انت مالك غريب يعني بيني وبينك امك وابوك ما بيعطوني مصاري طاول وانا يعني هيك ما في بجيبي ولا ليرة ما كنت مصدق كم مرة مجلس امك اخذتهم كلياتهم مني كمان هيك مجهود طلب امس مني كم مرة اخذوا ما رجع لي اياهم وانا بيني وبينك كمان رحت ديانت من رفيقتي وما رجعت لي اياهم فبقى الله خلص 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 يعني. سدي لابوزك يخرب بيتك كسرت ايدك شو حتى عليها لا وانا عارفان حالي عم نجي ادين من عم حلم انشحى هاي ولك ايش اعمل لك ايش اعمل لها؟ اعمل لها تمثال ده حقا يا شيخ ارحمني ست الحبايب يا حبيبة ايش بدك يا صرماية ترارا ليش امي ليش انا جاي فرحان فيكي وعم بغني لك ومبسطة كتير نزرحتي اسمعيني يا الاخير ولا تقطعي علي كلام طويل احكي خلصني مالي فاضية شوفي امي انا هلا جاي مشان اخذ منك مصاري بس اسمعي على قد ما بتعطيني مصاري كتير على قد ما راح تكون الهديه كبيره كتير شلون يعني ما فهمت عليك يعني على قد ما راح تعطيني مصاري كتير راح تفرح كتير وراح تكون هديتك هيك كتير كتير كبيره وحلوه ولك انا هديه ما فهمت ولك امي شبنا هديه عيد ميلادك ولو هلا انت جاي لهون تاخذ مني مصاري مشان تنزل تروح تجيب لي هدية لعيد ميلادي تجيبها تعطيني اياها لي؟ يعني اذا انا ما اخذت منك مين بدي اخذك يا ست الكل؟ بعدين شوفي هدول المصايب بدك تعطيني اياهم كلياتهم راجعين لك بلا تحميل منية يعني كلياتهم رح يرجعوا لك محفوظات بالحفظ والصون عبادة قولي ايش بك امي؟ بلاش تتحول دحيلكم وفي دحيلكم واخيرا حبيب قلبي وصل صلي من الصبح بستناك هون الله وكيلك لانه بيني وبينك اليوم يقرب التاريخ يعني وانا كنت ملاحظه من الصبح انك انت متاخر فقلت حالي اكيد عم تجيب لي شيء وانا هلا شكيت بما انك مخبي شيء ورا ايديك ما هات اشوف جبت لي يا حلو طيب قبل ما افرجيك ايش مخبي ورا ايدي امي يعني سامحيني اكثر من هيك ما قدرت احسي اجيب لا يا عبادة انت عم تحكي هالحكي معي انا ولك انتو اغلى شي بحياتي انتو اغلى شي انتو الهدية بعمري انا اصلا مالي طيبة منكم شي طاوي انا تشوفكم قدامي فرحانين انتو اكبر هدية بحياتي اكبر هدية بحياتي كلياتك حتى ولو ما جايب لي شي طاول ما راح ازعل منك حتى لو بتروح بتجيب لي وردة
وردة بس وتجيب لي اياها رح اخذها منك واحضنا واشمش ما لانه منك يا عمري. لا هو يعني مو وردة وردة، هو يعني هيك فيه كذا وردة، حتى طلعي في عليهم هي الخيشة الصغيرة بحسن بتساوي فيها موديل هيك، ايش رأيك؟ نعم اتجبت؟ وردة؟ وردة وردة ورد يعني ورد وعليهم هيك خيشة بصير موديل حلوين. انا لا انا لا بدو تشوف انا انا لا انا لا بدو تشوف برا. ليش؟ ليش امي ما عجبوكي؟ ما عجبوكي؟ اول الطلب برا بقول لك طلع انا لا بدو تشي انا لا بدو تشي لبرا. امي ايدي ايدي امي ايش بقصة لك ايدي بس ايدي شوي ايدي قول الحب بقول لك انا لا برا انا لا عاد فرجيني خلطتك بنوب لا عاد فرجيني خلطتك بنوب. امي والله ظلمتك هلا انا كنت بدي اغلفها بدي اعملها مثل هدية يعني بس طلعها شفت شغلة مقرفة كثير يعني بدها مصاري كثير ما لها داعي والله ما لها داعي مزبوط لا برا يا ابي الصرامي الله يطعمك ترجع تفرجيني وتجاهلك راحت الوردة على الفاضي وريح.